نموذج لازاي تستغل النجمه او الموهبه الخارقه اللي موجوده في فرقتك، تستغله بقى مش بس رياضيا وفنيا لكن تستغله على كل المستويات حتى اقتصاديا. واتمنى اشوف ان احنا بنستغل نجاح محمد صلاح، البومينج اللي عامله صلاح في الدنيا دي كلها ووسائل الاعلام. احنا بنتكلم على نجم مصري متصدر كل اغلفه الصحف العالميه، ازاي ممكن نستغل ده؟ مش عارف بصراحه. تعالوا نروح ناخد جوله مع حضراتكم جي بي اس السادسه كل يوم اربع ونشوف احوال اللعيبه المصريه اللي في ملاعب العالم المختلفه. وبالمناسبه الاسبوع اللي فات انا كنت الحقيقه خايف وقلقان شويه لان كان عندنا ماتش مهم جدا مع منتخب ليبيا وكان محترفينا مش في احسن حالاتهم باستثناء صلاح واحمد حجازي. الاسبوع ده الدنيا احسن كتير. تعالوا نشوف، والبدايه طبعا مع المو محمد صلاح مكسر الدنيا في انجلترا كالعاده. والحقيقه طبعا اخر مشاركاته كانت في المباراه الاخيره لليفربول مع مانشستر سيتي، كان معدل تقييمه في المباراه دي 8.9 وده اعلى معدل وصل ليه محمد صلاح الموسم ده. حط جون طبعا تاريخي وعالمي وصنع هدف اخر ونجح في 5 مراوغات من اصل 8 قام بيهم، ودي نسبه طبعا عاليه جدا. معدل تمريراته وصلت نسبه دقتها 84% بواقع 16 تمريره صحيحه من اصل 19. محمد صلاح كمان اعتلى جدول ترتيب الهدافين بالاشتراك مع بدايه اعتلى الاول قمه ترتيب شبكه سكاي سبورتس لافضل لاعبي الدوري الانجليزي بعد بدايه المسابقه وبعد مرور 7 جولات، وليفربول حاليا بيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطه من 7 مباريات وبفارق نقطه واحده عن تشيلسي المتصدر، وبيحتل كمان صداره ترتيب الهدافين بالاشتراك مع فاردي مهاجم ليستر. من صلاح هنروح للنني، لا خلينا نروح النني مش موجود الاسبوع ده معانا صح، خلينا نروح للسعوديه واحمد حجازي المتوهج والمتالق مع اتحاد جده. ناس كتير جدا لمتوا انتقاله من انجلترا للسعوديه او للدوري السعودي، لكن الحقيقه قدم مردود اكتر من رائع واتطور وبقى واحد من اهم اللاعبين مش بس في اتحاد جده لكن في الدوري السعودي كله. شارك كاساسي في ماتش الفرقه الاخير اللي لعبه امام اهلي جده، والمباراه دي انتهت بفوز اتحاد جده بنتيجه 2-0. معدل تقييمه في المباراه كان 8.1 درجه وسجل هدف خلال اللقاء عشان يرفع رصيده التهديفي ل3 اهداف خلال الموسم الحالي، واحد من هدافين فرقته. معدل تمريراته وصلت نسبه دقتها ل 86% بواقع 37 تمريره صحيحه من اصل 43. تمريراته الطوليه خلال المباراه دي كانت 9 تمريرات منهم 5 تمريرات طوليه صحيحه، ومعدل التحاماته الهوائيه 3، نجح في التحام هوائي واحد منهم. تم اختياره في تشكيلة الأسبوع 4 مرات في الدوري السعودي، واتحاد جدة بيحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات. هنسيب السعودية ونروح ألمانيا. عمر مرموش شتوتجرت الألماني واحد من اللعيبة المصرية اللي بتقدم مستويات كويسة جدا الحقيقة. عمر شارك كأساسي في مباراة فريقه الأخيرة اللي كانت امام هوفنهايم وانتهت المباراه بفوز شتوتجرت فريق عمر مرموش بنتيجه 3-1. معدل تقييم عمر في المباراه دي كان 7.3 درجه وفقا طبعا لسوفا سكور. صنع خلال المباراه هدف وحاول، كان ليه محاولتين على المرمى، مرر الكره 23 مره منهم 10 تمريرات صحيحه بنسبه دقه 43% ونجح في الفوز ب3 التحامات هوائيه من اصل 4. وشتوتجرت حاليا بيحتل المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط. طبعا جزئيه التمرير محتاجه جزئيه محتاجه عمر يشتغل عليها شويه، لكن في النهايه لاعب سنه صغير بيلعب في واحد من اقوى الدوريات الاوروبيه وبيلعب في نادي يعني محترم. شتوتجرت فريق من الفرق يعني مستواها كويس، وبالتالي ان شاء الله يكون موهبه قادمه ويفيد المنتخب، ونتمنى نشوف ليه بصمه في مباراه ليبيا سواء الذهاب او العوده. طيب نسيب عمر مرموش ونسيب المانيا ونروح تركيا. البدايه مع كوكا المنتقل من الدوري اليوناني وتحديدا من اولمبياكوس. الاسبوع ده مشاركته كانت افضل نسبيا عن الاسبوع اللي قبله لانه الاسبوع اللي فات كان هو احتياطي وشارك تقريبا لمده نص ساعه وما كانش يعني ليه بصمه في المباراه، لكن الاسبوع ده شارك كاساسي مع فرقته كونيا سبور ولعب لمده 45 دقيقه في المباراه اللي لعبها او لعبتها فرقته امام الانيا سبور في الدوري وانتهت بالتعادل 1-1. معدل تقييمه في المباراه دي كان 6.7 درجه
ومعدل تمريراته في المباراة 10 تمريرات منهم 8 تمريرات صحيحة. التحاماته الهوائية واحدة بمعدل نجاح 100%. وكونيا سبور بيحتل حاليا المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 8 ماتشات. نسيب كوكا ونروح لمصطفى محمد اللي المكنة أخيرا ابتدت تطلع قماش. مصطفى محمد تألق الحقيقة في مشاركته مع جلاتا سراي الأسبوع ده، وكان واحد من أسباب فوز فرقته. طبعا هو شارك كأساسي في مباراة فريقه الأخيرة أمام ريزا سبور، والمباراة دي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجة 3-2. مصطفى سجل في المباراة دي هدفين، بقاله سيزن كامل أو من بداية السيزن ده ما سجلش. كان الحقيقة يمكن في المباراة دي متألق بشكل كبير، سجل هدفين من 3 محاولات على المرمى، ومعدل تقييمه في المباراة كان 7.9 درجة. دقة تمريراته وصلت ل 73%، 22 تمريرة قام بيهم منهم 16 تمريرة سليمة، فاز بأربع التحامات هوائية من أصل 9. جلاتا سراي بيحتل حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 14 نقطة من أصل 8 ماتشات. ويبدو أنه مصطفى محمد تصالح مع نفسه قبل ما يتصالح مع الآخرين، وأدرك أن الأسلوب اللي كان ماشي عليه مش هيوديه لحتة. النهاردة الناس كلها بتأبريشيت أو بتقدر المجهود اللي بيعمله مصطفى محمد وبتشيد بيه، وأولهم طبعا فاتح تريم. وفي أغلب الظن جلاتا سراي هيفعل بند أحقية الشراء في عقده مع مصطفى محمد. نسيب مصطفى محمد ونروح لكريم حافظ. كريم حافظ لاعب مالاتاي سبور التركي اللي شارك كبديل، شارك لمدة 31 دقيقة في ماتش فريقه الأخير أمام هاتاي سبور، واللي انتهى بخسارة فرقته بنتيجة 2-0. معدل تقييمه في المباراة دي كان 6.5 درجة. لعب 7 عرضيات تفتقد كلها الدقة، يمكن كانت منهم عرضية واحدة بس سليمة. معدل تمريراته في المباراة 8 منهم 5 تمريرات سليمة بنسبة دقة 63%. وفرقته بتحتل المركز ال 17 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط برضو من 8 ماتشات. نروح من كريم لأحمد ياسر ريان. وأحمد بدايته كانت كويسة جدا، وأعتقد أنه مشاركته الأسبوع ده تقدر تقول عليها مشاركة جيدة. شارك كأساسي في مباراة فريقه أحمد ياسر ريان، اللي مش متابعه وما يعرفش، ما بيلعبش مع فرقته كمهاجم صريح، بيلعب أكتر كجناح. المباراة دي طبعا فرقته خسرت فيها المباراة بنتيجة 4-1، وتم استبدال أحمد ياسر ريان بين الشوطين. معدل تقييمه في المباراة دي كان 6.5 درجة، وزي ما قلت لكم كان بيلعب أكتر كجناح أيسر منه كرأس حربة صحيح. كان ليه في المباراة دي 10 تمريرات منهم 5 تمريرات صحيحة بنسبة نجاح 50%، وفرقته بتحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة. طب دي كانت أخبار محترفينا. في الفقرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم كمان أكتر على المحترفين في المنتخب الليبي. المنتخب الليبي يمكن مش يعني ما فيهوش لعيبة محترفة كتير، أغلب اللعيبة البارزة فيه أو اللعيبة اللي ممكن تقول عليها ممكن تكون مصادر خطورة على منتخبنا بتلعب في دوريات شمال افريقيا، سواء في الصفاقسي التونسي زي سولا، او في الترجي زي حمدو الهوني، او في الوداد المغربي وغيرها من الانديه. هنتعرف عليهم اكتر في السادسه مع ضيوفنا بس بعد الفاصل.